بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بمشيئة الله المحاضرة الرابعة في مادة مصطلحات علمية لطلبة الفصل الخامس. وصلنا المحاضرة اللي فاتت اللي تكلمنا فيها على السيمبوليك روز الخاصة بملصقات المواد الخطيرة في مكان العمل. وصلنا لعند اللي هو كلاس دي اللي هي قلنا خاصة بالبويزونز اند انفكشن ماتيريال اللي هي يكون تأثيرها immediately فوري، و سام مواد خطيرة وسامة يكون تأثيرها فوري، اللي هي آخر رمز من الرموز الموجودة في الصورة أمامي. وقلنا اللي هي التعرض مرة واحدة لها اللي هي single exposure، قلنا التعرض مرة واحدة لها مرات يكون قاتل، قلنا فيتل، ومرات يسبب لي في serious or permanent damage للهيلث، يعني يسبب لي ضرر دائم، يسبب لي في أمراض خطيرة، قلنا خطورة أو ضرر دائم بالصحة. اليوم حنتكلم على باقي هذه الرموز اللي هو الرمز اللي أمامي اللي هو class D. تو الفرق ما بين الرمز اللي خديناه المحاضرة السابقة، آخر رمز وقفنا عند المحاضرة السابقة، إن قلنا تأثيره يكون immediately فوري، وعطينا مثال قلنا زي غازات الحروب اللي هو تأثيره فوري، يا إما يموت الشخص في وقتها أو يسبب له عاهة دائمة يعيش بها باقي عمره. لكن الرمز الآخر اللي هو حنتكلم عليه اليوم اللي هو رمز الجمجمة، دائرة وداخلها جمجمة. قلنا الفرق بين هذا وبين اللي قبله ان هذا اللي هي مواد برضو سامة ومعدية صح، لكن يكون التأثير متاحة، انا نقول مواد سامة ومعدية لكن نقوله مش التعرض مرة واحدة زي اللي قبله، لا هذا التعرض الدائم، التعرض المستمر، والله يشتغل في أدوية الكيماوي له 10 سنين جاه الكانسر او جاه، فهمت؟ يعني فترة زمنية طويلة، عكس النوع الاول حتى هو مواد سامة ومعدية لكن يكون تأثيره قلنا فوري، والتعرض مرة واحدة لها يسبب قلنا ضرر دائم للصحة، يسبب إما الموت في وقتها أو ضرر. إذا تكلموا تو اليوم على النوع الأول وحدة عندي في الصورة أمامي اللي هو كلاس دي، ديفيجن 2 بويزن اند انفكشس ماتيريال اذر توكسي افكت، يعني عنده آثار سامة أخرى. طبعا قلنا اللي هي التقسيمة، يعني أنا المواد السامة والمعدية مقسمة 3 أجزاء، اللي هي قلنا ديفيجن 1 اللي هي تأثيرها immediately فوري، والنوع الثاني اللي هو ديفيجن 2 قلنا اللي هو برضه مواد سامة ومعدية، قلنا بويزن قلنا معناها ايش؟ سامة او انفكشن، مواد انفكشز يعني مواد تأثيرها يعني سامة ومعدية. لكن شنو الفرق بين هذا وبين اللي قبله؟ الفرق تعالوا نشوفه في العمود على اليمين، بويزن سبستنس يعني مواد سامة به may cause مرات تسبب لي may cause irritation، irritation يعني التهاب تهيج، تمام؟ repeated exposure يعني التعرض المتكرر، repeated يعني متكرر، repeated exposure may cause مرات يسبب لي الكانسر اللي هو التعرض المتكرر له، ولاحظ كلمة متكرر اللي قبلها كنا نقوله ايش؟ تعرض سنجل مرة واحدة، تعرض مرة واحدة له، لكن هنا ريبيتيد. شو معناها ريبيتد؟ شو معناها ريبيتد اكسبوجر؟ يعني انا نشتغل قلنا في مع المادة هذه او نتعامل مع المادة هذه، المادة الكيميائية السامة والمعدية هذه اللي هي 10 سنين 15 سنة، فاهم؟ يعني اذا ريبيتد اكسبوجر ماي كوز كانسر، مرات يسبب لي كانسر، والله يتعامل مع ادوية الكيماوي له 15 سنة عدى لقوا عند الكانسر وما حفظنا، ايضا يسبب لي شنو؟ بيرث ديفكت. شو معنى بيرث ديفكت؟ معناها تشوه المواليد، يعني تجد مرأة حامل تتعامل مع المواد هذين اللي هي سامة، قلنا المواد السامة والمعدية هذه قلنا زي أدوية الكيماوي، يجي شو الله محفظنا تشوه، يسبب تشوه المواليد الأجنة يعني. or other permanent damage، أو يسبب لك إيش اللي هي دمج، قلنا أضرار أو ما نقوله ضرر أخرى، بس إيش يكون الضرر هذا دائم، permanent دائم، وده مش كنا أضرار دائمة. إذا مرة ثانية class D division 2 poison and infectious material other toxic effect poison substance may cause irritation repeated exposure may cause cancer birth defect
or other permanent damage. إذا قلنا مرة أخرى النوع الثاني هذا من الرموز، لما نلقى الرمز هذا اللي هو جمجمة، رمز الجمجمة معناها أن مواد أفضل، أنا مواد سامة ومعدية. كيف مواد سامة ومعدية؟ يعني التأثير متاعها يكون مش في وقتها، تعرض الدائم لفترة زمنية طويلة. هذا الفرق بينه وبين اللي قبله. التعرض الدائم له يسبب، قلنا اللهم احفظنا الخبيث، الكانسر، ويسبب لي ديفكت يعني تشوه للمواليد الأجنة، وأيضا يسبب لي أمراض دائمة أخرى. هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي هو الرمز اللي بعدها، الرمز اللي تحت منها اللي هو رمز النووي، اللي هو زي النووي دائرة داخل الدائرة. شو تصنيفها؟ أنا كلاس دي، يعني أنا مقسم المواد السامة أو المعدية ثلاثة، ديفيجن 1 ديفيجن 2 ديفيجن 3. ديفيجن 1 قلنا خاص باللي هي مواد سامة، كل المواد سامة ومعدية هن الثلاثة، لكن النوع الأول قلنا تأثيره فوري immediately، والتعرض مرة واحدة فقط يسبب لي اما الموت في وقتها، الوفاه في وقتها، يا اما يسبب لي شنو؟ امراض يعيش بها باقي عمر، امراض دائمه او مزمنه. الشيء الاخر اللي قلنا ديفيجن 2 اللي هو خاص برضه مواد سامه ومعديه، لكن التاثير متاعها يكون نتيجه للتعرض المتكرر، ريبيتد اكسبوجر. وحط خط تحت ريبيتد اكسبوجر. فطبعا ايش يكون التعرض؟ فتره زمنيه ايش؟ طويله. الكلاس دي اللي هو اللي خاص بالمواد اللي هي نقول او نقول المخاطر اللي هي البيولوجيه. كيف بيولوجيه؟ اللي هي اللي تسمى حيويه، نتيجه حاجه حيه. كيف نتيجه حاجه حيه؟ نتيجه فيروسات، نتيجه بكتيريا، نتيجه تعرض طحالب، زي الله محفظنا اللي هو الكورونا تو، نتيجه حاجه حيه. اذا قلنا كلاس دي ديفيجن 3 بويزن اند انفكشنز ماتيريال بايو هازارد، بايو هازارد انفكشن ماتيريال، يعني اللي هي المخاطر قلنا اللي حكينا عليها البيولوجيه نتيجه حاجه حيه. تعالوا شو نشوفوا العمود اللي على اليمين، توضيح اكثر او شرح اكثر على المواد اللي هي تسبب لي المخاطر البيولوجيه. may cause مرات تسبب لي disease، disease or serious illness. drastic exposure may result in death، يعني مرات ان هي تسبب لي قلنا disease يعني مرض، مرات تسبب لي مرض، or serious illness، illness بمعنى امراض، يعني تسبب لي امراض خطيره، serious خطيره. drastic يعني التعرض الكبير، او نقول التعرض واجد بشكل كبير لها. exposure may result مرات يسبب او ينتج عنا الوفاه، death يعني التعرض لكميه كبيره، جرعة كبيرة. تمام؟ إذا مرة ثانية may cause disease or serious illness. drastic exposure may result in death. إذا هذا اللي هو كلاس دي اللي هي ديفيجن 3. إذا قلنا نعاوده مرة ثانية، قلنا مقسم الكلاس دي الرموز هذينا إلى ديفيجن 1 وديفيجن 2 وديفيجن 3. قلنا هن الثلاثة يعبرن لي على اللي هي المواد السامة والمعدية، بس أنا عندي النوع الأول اللي هو ديفيجن إي، قلنا مواد سامة ومعدية يكون تأثيرها immediately فوري، والتعرض قلنا سنجل مرة واحدة فقط يسبب لي يا إما الوفاة يا إما أمراض يعيش بها بقية عمره، مرض نقوله دائم. النقطة الثانية اللي هي ديفيجن 2 قلنا برضه مواد سامة ومعدية، لكن التأثير متاعها نتيجة ل repeated exposure، التعرض المتكرر الدائم يعني لفترة زمنية طويلة. تمام؟ وقلنا يسبب تشوه الأجنة ويسبب الأمراض الدائمة و اللهم احفظنا الكانسر. قلنا الديفيجن 3 اللي هو برضه مواد سامة ومعدية، لكن التأثير متاعها هنا حيوي، بايو هازاردز، قلنا مخاطر اللي هي نقدر نقول نتيجة حاجة حية، كائنات حية. قلنا مرات يسبب لي اللي هو مرض او امراض خطيره، ومرات تؤدي لو انه تعرض لجرعه كبيره جدا يسبب في الوفاه، ديث. النوع اللي بعده من الرموز، بس تتكلم عن الرموز اللي هو كلاس اي. كلاس اي اللي هو كروسف، كروسف ماتيريال. شو معناها كروسف؟ يعني مواد اكله، زي ما واضح في الصوره امامي اللي هي رسمه ايد وعليها من فوق اللي هو الانبوب، وماده كيميائيه منسكبه على اليد، وفي الجهة المقابلة اللي هي قطعة مسببة حتى تآكل في المواد، يعني هذه مواد آكلة. باهي زي ايش؟ ناخذ أمثلة على الماتيريال اللي هي الكروسف، اللي هي زي الآشيدو، الآشيدو اللي هو حمض الكبريتيك المركز، اللي هو قلنا عبارة عن ايش؟ عبارة عن حمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك بنسبة 3 إلى 1.
هذه هي الاشيد اللي هي ميه النار يسموها، وزي ايضا الكروسيف زي اللي هي الاحماض، الاحماض بصوره عامه، حمض النتريك، حمض الخليك، حمض كده، تمام. هذه مواد تتميز بانها ايش، عندها صفات خاصه ان هي اكله تذوب اي حاجه، تذوب اغلب المعادن، تمام. تعالوا نشوفوا العمود اللي على اليمين. can cause burn to eyes skin or respiratory system. شو معناها الجملة هذه؟ معناها can cause، ممكن تسبب لي burn. burn يعني burns، حروق، تسبب لي حروق، لأن مش احنا قلنا آكلة تذوب تحرق الجلد، تسبب لي حروق للايز للعين والسكن للجلد، أو اللي هي respiratory. respiratory اللي هو الجهاز التنفسي، نظام الجهاز التنفسي كله، تسبب لي خلل أو قولوا تخرب الجهاز التنفسي نتيجة لاستنشاقها. حتى تتميز الأحماض هذين أو المواد الآكلة هذين تتميز بصفة إيش نقولوا، التبخر، تتفاعل مع بخار الماء وينتج عنها الأبخرة اللي تشرق، اللي هي تسبب الشرق أو تسبب شنو، اللي هي التهاب في الجهاز التنفسي respiratory، تمام. آخر رمز عندي من الرموز اللي هي خاصة بالمواد الكيميائية الخطيرة في مكان العمل، اللي هو آخر رمز أمامي، اللي هو رمز حرف الآر. آر، وفي النص في أنبوب صغير، في زي ما واضح أمامي في الصورة. هذا يعني الرمز طبعا كلاس اف، دينجر رياكتيف ماتيريال، يعني اللي هي مواد نقولوا رياكتيف يعني تفاعلية أو نشطة تتفاعل، يعني مواد تفاعلية خطيرة، دينجر خطيرة يعني، تمام. إذا مواد تفاعلية خطيرة، ليش خطيرة؟ يعني مواد هذه تتفاعل، أفطنة ينتج عن التفاعل، أنا ما ندريش، مرات ينتج عن التفاعل هذا انفجار، ينتج عن التفاعل هذا غاز ثاني مثلا سريع الاشتعال أو كذا، يسبب لي غازات وأبخرة قبل الاشتعال، أو ينتج عنها حرارة تسبب لي في نشوب حرائق، تمام. إذا كلاس اف دينجر رياكتيف ماتيريال، اللي هي المواد التفاعلية الخطيرة. تعالوا نشوف العمود اللي على اليمين. may react، مرات تتفاعل، أحيانا تتفاعل، violently يعني بمعنى بعنف، بقوة، تتفاعل بقوة بعنف، ينتج عن التفاعل هذا causing، تسبب لي explosion، تسبب لي انفجار، explosion يعني انفجار، تنفجر، fire تسبب لي حريق، or release يعني تطلق أو تطلع أو ينتج عن التفاعل هذا توكسي جازز، اللي هي غازات اللي هي سامة، توكسي جازز وين اكسبوزد، عندما تتعرض ل اللي هي لايت اللي هي لايت أو هيت أو فايبريشن أو اكستريم تمبريتشر. إذا مرة ثانية، may react violently causing explosion, fire or release of toxic gases when exposed to light, heat, vibration or extreme temperatures. معنى الكلام هذا انها may react، مرات احيانا تتفاعل، violently قلنا بعنف بقوه، causing مسببه او تسبب التفاعل هذا في explosion انفجار او تفجير، وfire حريق، ويسبب لي أو أحيانا ريليز يعني يطلع منه أو ينطلق منه التفاعل هذا توكسي جازز، مواد سامة، سوري غازات، جازز يعني غازات توكسي سامة، أو أمتى، شوف أمتى، وين اكسبوزد، لما تتعرض للضوء والحرارة والاهتزاز ودرجات الحرارة العالية، اكستريم يعني الشديدة، درجة الحرارة الشديدة أو العالية. يعني بالعربي لو أني أنا عندي المواد هذين مخزنهن عندي، نحاول على قدر الإمكان نبعدهن من الضوء، نبعدها من الهيت الحرارة، نبعدها من الفايبريشن الأماكن اللي فيه اهتزاز أو المكان اللي فيه درجة حرارة عالية. ليش؟ لأنها المواد تفاعلية خطيرة، لأنها react violently يعني تتفاعل بعنف، وينتج عن التفاعل هذا مرات ينتج انفجار حسب المادة هي نفسها، تمام، مرات ينتج عنها انفجار، مرات ينتج عنها حريق، مرات يطلع قلنا إيش، غازات سامة إلى آخره. بالشكل هذا نكون تمينا الرموز الخاصة بالمواد الخطيرة في مكان العمل. إذا قلنا باختصار، عندي أنا كلاس A اللي هي خاص بالكمبريسد جاز، عندي كلاس B خاص ب اللي هي المواد القابلة للاشتعال، قلنا فلامبنج أند كومبستبل اللي هي ماتيريال، اللي هي المواد القابلة للاشتعال وقابلة للاحتراق، وشرحناها المحاضرة السابقة.
الرمز اللي بعده اللي هو قلنا خاص بالأكسودايزنج ماتيريال اللي هي المواد المؤكسدة. بعدها قلنا كلاس دي مقسم إلى ثلاث أجزاء، ديفيجن 1 قلنا خاص ب وكلهم طبعا بويزنج أند انفكشن انفكشز ماتيريال، يعني قلنا مواد سامة ومعدية، لكن في وحدة تأثيرها بيكون اللي هو زي قلنا نمبر 1 اللي هي ديفيجن إيه، تأثيرها فوري، قلنا تعرض السنجل مرة واحدة فيسبب لي يا إما الوفاة في وقتها يا إما أمراض دائمة. قلنا النوع الثاني اللي هو ديفيجن بي، ديفيجن بي قلنا حتى هو بويزن اند في مواد سامة ومعدية، لكن التأثير بتاعها قلنا نتيجة للتعرض الدائم اللي هي ريبيتد اكسبوجر. آخر وحدة من اللي هي كلاس دي اللي هي ديفيجن 3 قلنا برضه مواد سامة ومعدية، لكن تأثيرها يكون حيوي بايو هازاردز. قلنا طبعا تسبب لي قلنا أمراض خطيرة. الكلاس اللي بعده اللي هو اللي أمامي في الصورة اللي هو كلاس اي خاص بكروسف، قلنا المواد اللي هي الآكلة اللي تذوب اللي تاكل، تمام. قلنا آخر حاجة اللي هي كلاس اف خاص بالدينجر رياكتيف ماتيريال، المواد التفاعلية الخطيرة. وقلنا الآر اختصار لأول حرف من كلمة رياكتيف اللي هي تفاعلية أو نشيطة، تمام. تكلمتوا على الشريحة اللي بعدها، هنا هذا عبارة عن اكسرسايز. هنا عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة من الرموز في جهة اليسار، رموز لمواد كيميائية خطيرة ومش مرتبة طبعا بلخبط لك، وشنو نبيك إيش ننظمهم حسب الجمل اللي على اليمين. كيف في يمين الصورة أمامك اللي هي مجموعة من مثلا إيش إن هي ممكن تسبب لي، ممكن إن هي هنبدو في أول وحدة نشوف مثلا رقم واحد معطية لكل رمز من الرموز اللي هي رقم نمبر، ونفس الشيء للجمل، يعني المطلوب منك كل جملة تحط قدامها رقم الصورة اللي يعبر عليها. إذا نبدأ مع بعض اللي هو الجدول اللي على اليمين اللي هو أول وحدة أول عبارة في الجدول اللي على اليمين كان بيرن، وين الرمز اللي هو يعبر على المادة الكيميائية هذه اللي هي ممكن تسبب لي حروق؟ قلنا الرمز اللي هو نمبر فور، نمبر فور اللي هو اللي يعبر عن قلنا المواد الآكلة شرحناها، وقلنا دينجرز رياكتيف ماتيريال اللي هي المواد التفاعلية الخطيرة اللي هي قلنا رياكتيف فيولنت اللي هي تتفاعل بعنف وتسبب لي في تفجير أو انفجار قلنا اكسبلوجن وحريق، وتسبب لي إن هي أحيانا ينطلق منها أو يطلع منها اللي هي ريليز تو توكسي جاز، قلنا مواد سامة لما هي تتعرض للحرارة والضوء والاهتزازات ودرجة حرارة. إذا ناخذ الجملة الأولى نكتب جنبها رقم أربعة، نمبر أربعة تعبر لي على السيمبل الرمز اللي هو رقم أربعة اللي هو المواد الآكلة اللي هي المواد التفاعلية. علاش ديرها رمزها مواد آكلة؟ لأنها مواد تفاعلية، مواد اللي هي التفاعلية الخطيرة. سوري، رقم أربعة اللي هو كان بيرن قلنا اللي هو نمبر فور، نمبر فور اللي هو يعبر لي عن إيش قلنا اللي هي الكروسف المواد الآكلة. إذا العبارة الأولى كان بيرن اللي هي نحط جنبها الرمز اللي هو رقم أربعة نمبر فور اللي هو الكروسيف ماتيريال، سوري تعبر لي على الكروسيف. إذا العبارة الأولى نمبر فور تعبر لي على الكروسيف ماتيريال اللي قلنا الرمز اليد اللي بجنبها إيش أنبوب، قلنا كروسيف ماتيريال، تمام. قلنا تسبب لي حروق بير للأيز وللسكن وللريسبيراتوري سيستم اللي هو جهاز التنفسي، تمام. نجول الرمز الثاني اللي هو كان اكسبلود، كان اكسبلود وين الرمز اللي هو يعبر لي على اللي هي المواد اللي ممكن هي يصير لها انفجار تنفجر. هنا نقدر نحطه اللي هي نمبر 1 اللي هو الرمز الاول اللي هو المواد التفاعليه قلنا ممكن هي تسبب في انفجار، وايضا اللي هي قلنا اللي هو نمبر 2 اللي هي المواد الاكسودايزنج ماتيريال اللي هي قلنا فيها رمز اللي هو الاو في النص ده، وقلنا ايضا نمبر 3 اللي هو عبر لي عشان كومبريس غاز اللي هي الغازات اللي هي منضغطه او مضغوطه، كويس. ايضا قلنا نمبر 6 اللي هو يعبر لي على شنو، نمبر 6 اللي يعبر لي على الفلامبينج اند كومبستيبل ماتيريال اللي هي المواد اللي هي قابلة للاشتعال وقابلة للاحتراق. إذا مرة ثانية
العبارة الأولى كان بيرن هي قلنا اللامبار فور اللي تعبر لي على اللي هي كان برني ممكن تحرق اللي هي الكروسيف ماتيريال. نمبر 2 اللي هو كان اكسبلود اللي هي ممكن تنفجر. نمبر 1 نمبر 1 اللي هو الرياكتيف ماتيريال، و 2 اللي هو اوكسيدايزنج ماتيريال، و 3 اللي هي كومبرسيف جاز اللي هي الغازات المنضغطه اللي قلنا المحتويات بتاعتها تكون تحت ضغط عالي، يعني احيانا الاسبوانه هذه تنفجر والسلندر هذه قلنا تنفجر عند تسخينها او في حاله السقوط او في حاله اني انا حاولت ندير لها دمج اخربها او نضرها او نتلفها. تمام. ايضا قلنا اللي هي من الممكن اللي هي كان اكسبلود نقدر نقول حتى نمبر 6 اللي هي المواد اللي هي مشتعله قبل اشتعال قبل الاحتراق اللي هي حتى هي في خطوره ان هي اكسبلود تنفجر. نجول الجملة رقم 3 can make you very sick يعني تخليك مريض جدا، وين اللي هي الرمز اللي يعبر على الكلام هذا؟ نقدر نقول نحن رقم 5 نمبر 5 اللي هي المواد اللي هي قلنا عليها رمز النووي، قلنا اللي هو تأثيرها حيوي البايو هازارد انفكشن، وقلنا تسبب مرض او امراض خطيرة. وين اخرى رمز اللي هو يعبر لي على كان كان ميك يو فيري سيك يخليك مريض اللي هي نمبر ايش قلنا 7 نمبر 7 اللي هو فوق بكل اللي هو رمز الجمجمه، رمز الجمجمه هذا نمبر 7 فوق بكل. تمام. ايضا اخر وحده اللي هي اللي بعدها اللي هو قلنا اللي هي خاصه ب اللي هي المواد اللي هي السامه والمعديه ولكن التاثير بتاعها اللي هو immediately فوري، وقلنا التعرض مرة واحدة له يسبب لي مرض أو أمراض خطيرة. تمام. إذا اللي عبر لي على الكلام هذا رقم 5 و7 و8. تمام. 7 و8 وين قاعدين فوق أعلى الشاشة اللي هو رمز الجمجمة واللي جنبه هذا 7 واللي بعدها 8. تمام. الجملة اللي بعدها can burn your skin or eyes اللي هي ممكن إن هي تحرق لك الجلد والعين اللي هي نمبر 4 اللي حكينا عليها اللي هي خاصة بشنو نمبر 4 اللي خاصة بي اللي هي الكروسيف ماتيريال، قلنا كان كوز ممكن تسبب لي قلنا burn للايز وللسكن والريسبيتوري سيستم. تمام. الجملة اللي بعدها قلنا will make you sick over time، شو معناها الجملة هذه over time؟ over time لما جيت ترجمها ما ترجمهاش بمعنى حرفي، يعني هنا وين الرمز اللي يخليك مريض بس أفضل اللي يخليك مريض مع مرور الوقت، مش immediately ركز هنا ها، مش تأثيره فوري يعني تأثيره بمرور الوقت. أعطينا مثال بدري قلنا المرأة للتعامل مع المواد الكيميائية اللي هي الأدوية الكيماوي أدوية العلاج بتاع الكيماوي، المواد هذين يسبب أن هم حفظنا قلنا تشوه الأجنة وتأثيرها يكون إيش مش مر... نتيجة دي قلنا repeated exposure يعني نتيجة للتعرض المتكرر الدائم لفترة زمنية طويلة. تمام. قلنا يسبب لي الكانسر ويسبب لي ايش تشوه الاجنه والامراض الدائمه. اذا قلنا هنا نركز كلمه افضل شيء هنا will make you sick over time، مش over time لما تجي تترجمها حرفيا افضل over time يعني معناها هنا مع مرور الوقت يعني تخليك مريض بمرور الوقت مش في وقتها ها مش immediately نفس اللي شرحناه. تمام. نجي اخر جمله عندي امامي هنا اللي هي البايو هازارد will make you sick افطنا واوضحها لك هنا بايو هازارد خلاص واضح وين اللي هي تاثيرها حيوي، قلنا اللي هو تاثيرها نتيجه حاجات حيه قلنا الفيروسات والطحالب والبكتيريا، وقلنا اللي مرات ممكن تسبب لي المرض او امراض خطيره اللي هي عليها رسمه النووي اللي هي نمبر 5. اذا مره ثانيه اللي هي نبدا بالجمله الاولى كان بير اللي هي 4 كان اكسبلود اللي هي 1 و2 و3 و6 كان ميك يو فيري سيك 5 و7 و8 كان بيرن يور سكين اند ايز اللي هي 4 ويل ميك يو سيك اوفر تايم 5 و7 بايو هازارد ويل ميك يو سيك 5. ولاحظ فوق بك الاعلى الشاشه الترقيم هنا عطيها اللي هي رسمه الجمجمه رقم 7 اللي هي رمز الجمجمه ما يعبر على ايش قلنا؟ وقلنا يعبر عن المواد السامة والمعدية poison and infectious material، بس أيضا حتى تأثيرها سام يعني آثار سامة أخرى، لكن إيش قلنا الفرق بين إن هذه تكون
تأثيرها نتيجة رمز الجمجمة، تكلم نتيجة للتعرض الريبيتد للمواد اللي هي تسبب لي المحفظة، قلنا تسبب الخبيث وتسبب تشوه الأجنة المواليد والأمراض الدائمة، أمراض دائمة أخرى. هذا اللي هي رمز الجمجمة، تمام؟ اللي هي قلنا أيضا البايو قلنا رقم اللي فوق الجمجمة اللي هي 6 و7، رمز الجمجمة نعطيه رقم 6 واللي بعدها اللي هي رقم 7. إذا بالشكل هذا نكون تمينا الرموز اللي هي خاصة ب لاحظ فوق أعلى الشاشة شن كاتب لك أعلى الشاشة فوق، اللي هو الفيجوال اوف هازاردز ماتيريال اند دبليو اتش ام اي اس، واسفلها الدبليو اتش ام اي اس سيمبل. هذه قلنا اختصار شنو؟ قلنا الورك بليس هازارد ماتيريال انفورميشن سيستم، قلنا باش ان احنا نديروا نظام لمعلومات المواد الخطيره في مكان العمل. عندي 4 كومبوننت، عندي 4 كومبوننت. اول كومبوننت دوينا عليه قلنا اللي هي السيمبل رموز، هي اللي امامي، يعني تو عرفنا انا كل رمز من اللي امامي هذا شن يعني، شنو خطورته، تمام، شنو يسبب لي. وقلنا الرموز هذه مهمه جدا في مكان العمل، نلقى اي ماده كيميائيه مرسوم عليها الرمز هذا، قلنا الار ودخله انبوب صغير هذا نعرف والله هذه اختصار لرياكتف تفاعليه، مواد تفاعليه خطيره، تمام. نلقى علامه الاسطوانه هذا رمز الاسطوانه، هذا السيمبل الرموز اللي امامي هذين عرفت شو تعني، اللي هي الشعله هذه اللي هي معناها مواد قابله للاشتعال، قلنا اللي هي المواد قابله للاشتعال وقابله للاحتراق، تمام. وقلنا الـ4 كومبوننت حكينا عليهم في المحاضره السابقه، حكينا قلنا ان السيمبل اللي نقول الكومبوننت الاول اللي هو خاص بالرموز، الثاني قلنا خاص بالام اس دي اس، وفهمنا شنو هي الام اس دي اس، قلنا عبارة عن مطويات ملفات فيها كل حاجة خاصة بالمادة الكيميائية الخطيرة عندي هذه في مكان العمل، كيف قلنا نحفظها في درجة حرارة كم، كيف نتعامل معها، كيف ننقلها من مكان لمكان، نحطها وين، كيف طريقة حفظها، لا سمح الله إن صار هني تنثرت على عيني، لا سمح الله استنشقتها، أو انسكب منها جزء على الجسم العامل، أو كيف نتصرف في الحالة هذه. وقلنا يجب أن هي تكون الـ MSDS هذه جميع العاملين تكون عندهم، تمام، وفي اي وقت، مش نقول والله بنجاب دور الام اس دي اس ما لقيناهاش، دور دور ما فيش، لازم تكون في مكان واضح، مكان يسهل الوصول اليه لما انا نحتاجها. وايضا قلنا في نقطه مهمه نلقاها في الام اس دي اس اللي هي المورد، لو اني بتزيد كميه من الماده الكيميائيه هذه نلقى رقم التليفون او الايميل او اد العنوان بتاعه، كويس. اذا قلنا هذه الام اس دي اس اللي بعدها اللي هي الكومبوننت 3 اللي هي قلنا ما نقدرش ندير انا الدبليو اتش ام اي اس سيستم، ما نقدرش نديره الا بالاربعه هذين، الرموز والام اس دي اس والمعدات الوقايه الشخصيه اللي هي البي بي اي بيرسونال بروتكشن اكويبمنت. قلنا معدات الوقايه الشخصيه ايضا يجب ان هي تكون مناسبه بشكل جيد، قلنا فيت ويل يعني تناسب بشكل جيد العمال اللي عندي، كل واحد حسب مقاسه، ما نجيبش مثلا ما نجيبش قفازات ما يتناسبهاش مع يد العامل، ما نجيبش افرول ما جاش على العامل، فهمت. والثانيه الاخرى اللي هي يجب اني انا نوريهم او نعلمهم كيف يستخدموهم وكيف يهتموا بهم، كيف ما قلنا شو معناها، قلنا اللي هي يجب اني انا يكون قلنا يعرف العامل كيف انه هو يوز يستخدم المعدات الوقايه الشخصيه، اند تيك كير، قلنا تيك كير يعني اللي هو كيف يهتم به. النقطه الرابعه من الكومبوننت قلنا اللي هي تريننج قلنا مهمه جدا التريننج، لأن يعني قلنا داسينشيال يعني قلنا أساسية، تعتبر يعني أساسية ومهمة جدا من النظام اللي حكينا عليه. نظام شو اللي نحكوا عليه هنا؟ اللي هو نظام المعلومات المواد الخطيرة في مكان العمل. عدوا للشريحة اللي بعدها، هنا نفس الشيء نتكلم على فيجوال انا نبدأ بأول رمز عندي اللي هو كلاس A compressed gas، اللي بعدها اللي هو رمز الاسطوانة هذا، رمز اللي بعدها كلاس B flambing and combustible material، كلاس C oxidizing material، كلاس E اللي هي bio poisons and infections material causing immediately and serious effect، كلاس اللي بعدها اللي هي D2 اللي هي قلنا poison and infections material cause
قولوا كيسينج اذر توكسي افكت، اللي بعدها اللي هي بويزنز اند انفكشس ماتيريال، بايو هازارد انفكشس ماتيريال، اللي بعدها قلنا كوروسيف ماتيريال، اخر وحده اللي هي دينجرز اف رياكتيف ماتيريال. بالشكل هذا نكون تمينا المحاضرة الرابعة من مادة المصطلحات العلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.